قسم من المؤمنين بحميتهم الدينية يجي يقول شوفوا هذا كيف يقول، لا بد من الرد عليه، لا بد من ما أدري تحذير الأبناء منا إلى آخره. أحيانا ذاك الرجل ما إله قيمة ولا أحد يعرفه ولا كلامه منتشر، أنا أجي عندي 1000 واحد فيه من الأرقام من صفحات الفيسبوك بعنوان أنه أنا أريد أبصر الناس فأعيد نشر شتم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا قد يكون الإنسان محاسب عليه. ولو نيته هناك أنه أنا حتى أحذر منه، بس بدل ما كان يسب النبي ويسمع من قبل 10، أنا سويت اللي يسمعون سب النبي 1000 إنسان. هذا مثل واحد يقول أنا أريد أحذر الناس من ما كتب بشكل سيء عن النبي فأروح أطبع 1000 نسخة وأوزعها على الناس حتى يشوفوا كيف يسب الأجانب رسول الله. أنت ايش سويت هنا؟ أعدت شتم النبي مرارا وتكرارا. والله فلان واحد وجه سؤال وإشكال وشبهة، أنا أقول للناس حتى نعرف حقيقة هذا الإنسان أروح أنشر عنه. زين أنت وسعت الدائرة، قدمت إلى خدمة مجانية لم يكن يحلم بها، هو مستوى انتشار 20 نفر 25 نفر، أنت سويته بنشرك إليه 2000 إنسان، فنشرت الضلال من حيث ظننت أنك تحسن صنعا، نشرت الشبهة من حيث ظننت أنك تشوه سمعة المتكلم. ربما تلقف هذا من هال2000 نفر 50 شخص إذا تأثر بها وضل بها، أنت واحد من المسؤولين في ذلك. لذلك يحتاج الإنسان مو يروح يذيع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإنما شنو يسووا؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رد هذا إلى المتخصص، لا تحاول تنشره، لا تحاول أن توسع دائرته، لا تحاول أن تكثره، لأنك بذلك تنشر الضلال، تنشر الضلالة والانحراف وعدم الإيمان، وإن كانت مبرراتك القلبية ليست كذلك.